السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملوك تربية طيور الزين في مصر والوطن العربي، أجدع رجالة وأجمل إخوات. النهاردة رجعنا لكم فيديو جديد وهنتكلم فيه عن مشكلة عدم توالد وتزاوج طائر الزبر اللي بتوصل في بعض الأحيان لضرب الأنثى للذكر، وهنتكلم كمان عن طريقة حل المشكلة دي بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله. لكن قبل ما نتكلم، يا ريت كل اللي بيشاهد الفيديو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس دعما منكم لاستمرار القناة. اهلا بيكم مرة تانية. زي ما قلنا قبل الفاصل، هنتكلم عن مشكلة عدم توالد وتزاوج طائر الزبرة، وكمان هنتكلم عن طريقة حل المشكلة. لكن قبل ما نتكلم عن طريقة حل المشكلة، لازم نعرف اسباب المشكلة بتكون ايه اللي بتخلي الطائر ده رافض لعملية التزاوج والتوالد. طائر الزبرة بيرفض التوالد والتزاوج لو موجود سبب من الاسباب اللي هنتكلم عنها دلوقتي، واولها صغر سن احد الطيور. يعني لو الذكر او الانثى سنهم ما وصلش لسن التزاوج، بتفشل عملية التوالف والتزاوج وبترفض الطيور اتمام العملية. فحضرتك بتتأكد ان الطيور بتاعتك في سن مناسب للتزاوج، ولو فيه اي طائر منهم سنه صغير بتبدله، فبتتحل معاك المشكلة وبتتم عملية التوالف والتزاوج. تاني حاجة، دخول الطيور لمرحلة تغيير الريش اللي احنا بنقول عليها القرش. لو الطيور في مرحلة تغيير الريش، شيء طبيعي انها هترفض عملية التوالف والتزاوج. وفي الحالة دي انت مش قدامك حاجة خالص غير انك تهتم بالتغذية الجيدة وتقديم الفيتامينات اللي بتسرع عملية تغيير الريش، والأهم من ده كله إنك تخرج طيورك من المرحلة دي وهي بصحة جيدة علشان تقدر تتم عملية التوالف والتزاوج بعد كده بدون أي مشاكل. ثالث حاجة، وجود مصدر إزعاج للطيور في المكان، ومصدر الإزعاج ده غالبا بيكون من وجود الحشرات، وفي الغالب حشرة الفاش، ودي بتيجي من قلة النظافة أو وجود سواحت أو قوارض في المكان، ودي بتخش للمكان لو المكان مفتوح، أو الإزعاج بيكون منك أنت شخصيا، وده بيكون حاجة بتحصل منك أنت. لحظة وجودك في مكان التربية بيخلي الطيور دايما متوترة وقلقانة، فحضرتك هتدور على السبب وتتلاشاه، فبالتالي هتتحل المشكلة وتتم العملية بنجاح. رابع حاجة، استخدام لعشوش أو أقفاص غير مناسبة لنوع الطيور. تبقى عشوش أصغر، أقفاص أصغر، عشوش أكبر، أقفاص غير مناسبة، فتأكد إن نوع الطير اللي أنت بتربيه بتستخدم له العشوش والأقفاص المناسبة. خامس حاجة، كلنا عارفين إن طائر الزبرة من الطيور اللي بتتربى في مجموعة، فلو حضرتك حطيت في القفص أو السلاك عدد طيور أكتر من اللي تستحمله السلاك أو القفص، هيأثر على عملية الإنتاج والتفريغ، وهيتم رفض أي عملية تزاوج أو توليف للطيور بسبب عددها الكبير في المكان. فتأكد إنك تستخدم أقفاص أو سلكات تقدر تتحرك فيها الطيور بحرية. دي تقريبا معظم الأسباب اللي بترفض بسببها طيور الزبرة التوالف والتزاوج. طيب واحد هيجي يقول لي أنا ما عنديش أي مشكلة من المشاكل اللي أنت اتكلمت عليها دي، ورغم كده الطيور رافضة التوالف والتزاوج، هقول لك تمام، بكده هنبدأ نتدخل في عملية التوالف والتزاوج، وهنستخدم عملية التجويع لإخضاع الأنثى للذكر. إزاي؟ حضرتك هتجيب قفص، نفس القفص اللي موجود فيه الطيور بتاعتك، وهتعلقه بجانب القفص الأساسي، والفاصل بينهم هيكون نص متر، وهتفصل فيه الأنثى، وهتسيب الذكر في المكان الأساسي أو القفص الأساسي اللي كانوا موجودين فيه، وهتبدأ تقدم للطيور الطعام بتاعها لمدة 6 أيام في حالة الفاصل. الأنثى في قفص والذكر في القفص الأساسي. الاختلاف هيكون في تقديم الفيتامينات. الأنثى هتقدم لها 3 أيام أملاح معدنية مواقع يوم بعد يوم، أما الذكر هنقدم له 5 أيام متتاليين سيلينيوم هيك، وده محفز ذكور، وفي اليوم السادس هنقدم للذكر مية بس.
اليوم السادس بالليل هترفع الأكل من قفص الأنثى وهتسيب المية بس، وهتنضف القفص من أي بواقي للأكل. اليوم السابع العصر هتقدم للذكر الأكل بتاعه المفضل، يعني حضرتك انت عارف طيورك بتحب تاكل ايه، وهتقدم افضل انواع الاكل ده للذكر، وهتسيبه لحد ما ياكل ويشبع وتتأكد ان هو اكل كويس لحد ما شبع، وهترفع الاكل من القفص بتاعه وهتنضفه من اي بواقي اكل، وهتسيب بس فيه المي، وبعدها على طول هتنقل الانثى او هترجعها تاني للقفص الاساسي بتاعها من غير ما تقدم لها اي اكل في الفترة من بالليل لحد العصر، علشان تخش للذكر وهي جعانة، فالذكر هيأكلها وفي وقتها على طول ان شاء الله هيتم عملية التوالف والتزاوج. معلومة اخيرة، احنا بنستخدم التجويع لاخضاع الانثى للذكر مش تعذيبها، يعني حضرتك ما ترفعش عنها الاكل لمدة 24 ساعة وتقول انا اجوعها اكتر، فبالتالي لما هنقلها للذكر هيتم عملية التوالف والتزاوج. انت كده ما بتجوعهاش، انت كده بتعذب. خليك عارف انك بتتعامل مع روح ما بتتكلمش، فتعامل معاها برفق علشان ربنا يبارك لك في طيورك ويبارك لك في انتاجك، ويا رب دايما يحفظ طيورنا وطيوركم من كل شر. تحياتي بهاء محمد.